بعد ترأسه لاختتام أعمال ملتقى عرض التقرير السنوي للآلية الأفريقية لتقييم من قبل النظراء يوم أمس، والتي بدأت أعمالها منذ 18 يوليو الجاري بالعاصمة نجمينا، وباعتباره الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، استقبل صباح الجمعة 22 يوليو 2018 فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي أعضاء الآلية برئاسة مديرها التنفيذي وعدد من وزراء الآلية المحوريين للدول الأفريقية التي شاركت في أعمال الملتقى، إضافة إلى الخبراء المحوريين للآلية في مختلف الدول الأعضاء، من بينهم ممثل البلاد المحوري في الآلية السيد خيار عمر ديف الله. وخلال أكثر من ساعة عرض الوفد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عدد من الملفات التي نوقشت في الملتقى، وخاصة التقرير الخاص بشأن الحكم الرشيدة والتنمية والخطة الخماسية للآلية المتعلقة بشأن التنمية في البلدان الأفريقية، والتي من المفترض أن تعرض في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، خاصة مسائل الحكم الرشيدة في الدول الأفريقية وكذا الملفات المتعلقة بالتنمية والتقديم التنموي في الدول الأعضاء. كما تناول اللقاء عدد من القضايا والمشاكل التي تخص الآلية وسير عملها ونشاطاتها. وقدم خلال ذلك أعضاء المايب شكوى إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس المحوري للملتقى الأفريقي، وتضمنت هذه الشكوى متأخرات دفع الرواتب وتأخير دفع المساهمات من قبل الدول الأعضاء، والأمر الذي شكل عقبة في سير عملية الآلية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جانبه أكد لهم بأنه سيعرض هذه الشكوى في قمة الاتحاد الأفريقي المزمع انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال نهاية شهر يونيو الجاري. من جانبه طلب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أعضاء الآلية ضرورة تناول الجوانب السلبية في كل تقريرهم سواء إيجابي أو سلبي، وأكد لهم أيضا بأن الدول الأفريقية الأخرى ستنضم إذا باشرت الآلية في تقييم عملها بشكل جيد. وننوه أن مشاركات بلادنا تشاد في الآلية فيما يتعلق بدفع المساهمات كلها تجري بشكل جيد منذ تأسيس الآلية. السيدة منى عمر عضو بالآلية الأفريقية صرحت لنا بالتالي عقب لقائهم برئيس الجمهورية: الهدف من المقابلة كان الالتقاء بالسيد الرئيس بوصفه رئيس للمنتدى الخاص بمراجعة النظراء، هو حاليا رئيس المنتدى. الرسائل التي تم إبلاغها للسيد الرئيس خاصة بأنه بنطلب منه الاتصال بنظرائه باقي رؤساء الدول لزيادة عدد الدول التي تنضم إلى هذه الآلية الهامة جدا التابعة للاتحاد الأفريقي، وطلب أن هم يقوموا بتسديد مستحقاتهم أيضا كما فعلت التشاد، كل مستحقاتها تم تسديدها. ثم الأهم أيضا أنه كنا بنهنئه مرة أخرى بالتقرير الذي تم إعداده عن تشاد وما أبرزه من نقاط إيجابية شديدة، ويعني فوجئنا بأنه السيد الرئيس بيتكلم عن أنه الأهم من النقاط الإيجابية النقاط السلبية، اللي يجب وضع خطة عمل للقضاء على أي سلبيات تواجه العمل في تشاد وفقا لهذا التقرير. وقد أشاد بالآلية آلية مراجعة النظراء وأهميتها بالنسبة للقارة الأفريقية، وتعهدنا بأن احنا سنتعاون معه خلال فترة رئاسته التي تستمر لمدة عامين على النهوض بآلية مراجعة النظراء. بالذكر أن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء تمت بموافقة من القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي والتي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2003. منذ ذلك الوقت أصبح الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء قيد العمل والتنفيذ ورفع التقارير المتعلقة بتقوية الحكم الرشيدة وملفات التنمية والتقدم في القارة السمراء. تخطو القارة السمراء خطوات متقدمة في مجال ترشيد الحكم وتحقيق التنمية الاقتصادية من أجل التغلب على واقعها المعاصر من تخلف وصراعات ومشاكل أخرى، فأنشأت العديد من المنظمات القارية والإقليمية التي تعد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء واحدة منها. وأن هذا التقرير الرسمي الذي قدمه خبراء الآلية عن تشاد أمام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو
بصفته الرئيس الدوري للآلية يأتي ضمن أنشطة الآلية بالدول الأعضاء فيها، حيث يتكون التقرير من 300 صفحة موزعة إلى 7 فصول تناول مواضيع عدة عن البلاد، السياسة الحكومية، الديمقراطية ومؤسسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونظرا لكونها كيان يسعى لتشجيع الدول الأعضاء للمشاركة في ضمان أن تكون سياستها وممارستها تتفق مع القيم السياسية والاقتصادية، فقد جاءت النقاط الإيجابية التي وردت في تقريرها عن البلاد عن النحو التالي: إنشاء الإطار الوطني للحوار السياسي، وكذا الهيئة الوطنية لمراقبة العائدات البترولية. أضف إلى ذلك إعادة مراعاة البنود الخاصة بحماية الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين. ومن المواضيع ذات الأولوية التي تناولها التقرير أيضا تسارع وتيرة الحكم السياسي في تشاد، والذي شجع ممثل الآلية بالبلاد خيار عمر ضيف الله الحكومة التشادية على تنفيذه وجعله حقيقة. عقب ذلك جاءت لحظة تسليم هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بعد تسلمه للتقرير أشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بجهود اللجنة لإعدادها هذا التقرير، الذي قال إنه يتماشى مع نظام الحكومة التشادية في مجال تحقيق الحكم الرشيد.